السلام عليكم البنات، كراكو داري لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في تفسير الخياطه مع ام جمانه. نقول كاع المشتركين جدد الجدد مرحبا بكم في قناتي، وما تنسوش فعل الجرس باش يوصلكم كاع جديد. اليوم البنات راح نوريكم هاد اليامات، انا داخلينها غير كابيل صوره تاع قبايل. اليوم راح نوريكم، انا راني فصلتها ديجا وكاع غير باش نوريكم زعما كشغل موديل، ومن بعد انت ودبر راسك كيفاش تخدمي. عندي هاد الكتان حرير تاع قبايل، هذا والله ما على بالي نورمالمون يدير 250 ميل، ولا للبلوزه، هما بلوزه عندهم رايحه غير للعرض، عفوا رايحه غير للطول. العرض تاعها وقيله فيها مامبا متر ولا فيها متر، رايحه نيشان للعرض. عندي 4 مترات فصلتها، فصلتها بدعيه عاديه. شوفوا ها هي درت لها الزر في، والظهر تاني درته في. وهذا من حرير وكاع تخافي غبنك. شوفي شنو درت له، درت له لافيزين من تحت، ومن بعد درت له هذا التبطين تاعه، لاخاطش كون خليت لافيزين وحدها مع العرق وكاع كشغل كشغل تغبنك كيما هكا مع التعراق لك وبعد تشمخ لك. انا زدت هاد لا دوبليغ من الفوق هكا كتان ما كتشوفيه، فصلت في وعفوا في هو والظهر فصلت عادي. المترة فيها الطول تاعها فيها 1.40 متر. لي مونش مازال ما نركبهم، خليهم هما التوالا، ها هما لي مونش تاني عادي. في الزواق مانيش عارفه انا كيفاش نزوقها. ها هي الحزامه، الحزامه راني غلفتها راك تشوفيها تاع كرتون، غلفتها من بعد دوك نفينيها، ومن بعد تجي فوقها انا مهم غلفتها غير بالحديد، من بعد ندير فوقها الكالون. والكالون راح نوريكم الكالون اللي عندي. الكالون انا راح نخدم لها بهذا هي بغات هذا الموديل، يجي شباب، هذا فيه كاع لي كولير. وعندي هذا ثاني فيه الفير والروج وال، شوفوا فيه دي كولير تاع اللي هنايا فيه. ها هو هنا. وعندي هذا من العريض تاع مقروده، وهذا زيكزاك ثاني من العريض. ها هو هنا الزيكزاك عادي ما يتشبه له، شوفوا في لا كولير يتشبه له. وعندي هذا الكالون، هذا في الفير والبلون وال، ها هو هنا مخلط فيه كاع هاد لي كولير الغوج. ها هو هنا يتبع له، شوفوا نوريكم هكا باش تبان لكم. شوفوا ها معناتها يدي له مليح. وعندي هذا باش نديره للحزام، هذا باش نديره للحزام. وعندي هذا، انا هذا راح وريتهم لكم صح، مازال ما خيرت اش راح ندير. كيما هذا نيشان راح نديره، هذا نيشان راح نديره، والاخرين دوك من بعد نبدا نشوف اش راح ندير. شوفوا هذا الثاني، هذا زيكزاك رقيق بزاف، ثاني فيه لي كولير نفس لي كولير اللي في هنايا راه معايا. ها شوفوا دوك انا راني فصلتها، لصقت لها هذيك لافيزلين، درت لها ديبليغ، حددتها. دركا اش راح ندير، علمت الوسطى هنايا تاع الفي، تبعوا مليح. ها هو الوسط، ها هو الفي الوسط هنايا، علمت علمي بطبشور ولا علمت تاني من الظهر. ومن بعد تبدي تلصقي الظهر والظهر مع بعض، او تاني لما لصقتيش تاني تنجمي تخليهم وحدهم، ومن بعد كي تكملي تخيطي منا ومنا، كل واحد وكيفاش يبغي يخيط كل واحد. هي مهم العمدة على الفصاله ولا فينيسيون. وعندي هذا نورمالمون، اما نبدا بهذا الاول هكا هذا الكالون، اما نبدا بهذاك الكالون الرقيق هو الاول. ما حصين مانيش عارفه مازال ما عرفتش باش راح نبدا، اما بالهذا الرقيق اما بالعريض. ومن بعد راح نزيد كالون من العريض حداه، ومن بعد عادك نزيد هذا. شوفوا غادي نخدمها كيما هاك، انا غير راح نوريكم باش ما نكثرش عليكم الراخو، انا باغي نعطيكم غير فكره، وانتم من بعد الاختيار عندكم هكا كيما تشوفوا. ومن بعد نجمي تكمليها هنايا بالكالو كيما هكا، يجي شباب ديريه في، والظهر تاني في،
وليمونش عادي، اما ليمونش ديري غير من التحت هكا، اما ديري هكا خطوطه من الكتف وتهودي، تاني كل واحد كيفاش يبغي. ومن تحت تاني راح ندير لها الكالون تاني هكا، واحد اربع خطوطه ولا خمسه على حساب هكا، واحد ثلاث اربع خطوطه ولا خمسه. دوك البنات راني وريتكم غير باش تدي تدو فكره. دوك انايا اش ندير، نخيطها ونكملها كاع ونوجدها لكم. كي نوجدها ان شاء الله راح نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله في المكان. صاي البنات من بعد نوريكم باذن الله. هيا الجبه قبائليه كملناها، سامبل بسيطه وسهله. ها هما لي مونش، ماش عامره بزاف، قالوا لي فيها خفيف، ها الحزامه من تحتها ما درتلهاش بزاف الكالون تاني من الظهر، هاي من الظهر تاني جات في كيما من القدام. سامبل بسيطه وسهله وخفيفه تاني في اللبسه بزاف. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الاشتراك. مع السلامة، الى فيديو اخر ان شاء الله.